في منطقة عمان. الأبجية صار اللي احتفت هي واحد الطفل أخرى واحد الدراري واحد من التفاصيل أشو وقع. السلام عليكم. عليكم السلام خويا. شحنا أشو وقع بنتي؟ خويا بنتي ما دخلاتش من الساعة لهاد الساعة دابا من 6 وصبح الحال ومشينا خويا كنقلبوا مخلينا فنقلبنا ما لقيناش بنتنا. خويا تجانا واحد الخبر بان بنتنا هي واحد الدريه اخرى ومدينهم واحد جوج دراري ومن المدرسه مستغلين فرصه الطفوله ديالهم الصغر ديال الرسوم عمروا لهم رسوم والله اعلم اشنا هو. المهم الدريه الاخرى تشدات جابوها للدرك البلكينه والبنت عندي انا باقا مختفيه. البنت عندي 14 عام. كيقراو معاهم في الدراسه؟ انا حاليا باقي ما عرفتش الدراري واش كيقراو معاهم ولا لا. حاليا باقي ما عرفتش الدراري واش كيقراو معاهم ولا لا. شحال من تقريبا من بنت تغيبات البارح؟ واش غير هاد جوج البنات ولا كيف اكثر؟ جوج البنات اللي كاينين هنا في نفس ومع نفس الدراري جوج دراري. الدراري هربوا الدريات هي هربت الدريه الاخرى شدوها جابوها هنا للبريكاد ديال الشلالات. والبنت عندي باقا مختفيه. واش مختفيه ولا خايفه؟ والله اعلم. المهم كانت مع هاد الناس يعني مهما كانت مع هاد الناس اي وحده ما غتعاودش غتبقى غدا هاربه. هذيك تشدات وهذيك هربات وهذيك شدات غير واحد المره غدا مسافره عرفاتهم شدت هذيك الدريه والدريه بنتي هربت ليها ما قدرتش باش غتشدها. سيد في محطه ولاد زيان. نعم اخويا مشاو حتى ولاد زيان كانوا هنا خويا وبيتين هنا والبارح مشاو ولاد زيان 11 تقريبا بحال هكا عاد جانا الخبر 11 ونص. وما نقدرش نقول لك اخويا الله اعلم انا ما نقدرش نقول شي حاجه ما كايناش. ماشي نقول لك قول الدريه اش قالت لك؟ السلام عليكم. غير بشويه عطوني الماء 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 عطوني تكلمي لك تشوفك هي على المباشر دابا كتشوفك انت كامرا بنتي لكن وصلي لها رساله وصلي لها رساله. انا مسوقه بنيتي جي عندي حتى حاجه ما تخافي منها. انا مسوقه كويتي انا مسوقه ساره جي عندي بنيتي. انا مزقرت واحد ما يضربك حتى واحد ما يهضر معاك الا كنتي كتشوفي فيا بنيتي. انا مسوق شي جير انا ما بقيتش قادر صبر صبارك بنيتي. انا مسوق بنيتي انا مسوق بنيتي انا مسوق انا بنيتي بنيتي اللي كتشوفيني شي بنيتي. انا مسوق رانا تكويت عليك راه حتى واحد ما يضربك بنيتي الا كنتي كتشوفي مهمتك راه تشوات عليك بنيتي. انا مسوق شي انا مسوقه ساره حتى واحد ما يحط عليك ايدو. انا مسوقه ساره الا كتسمعي امي انت كتشوفي في هاد الحاله راه تكواس من نهار الاربعاء. انا مسوقه ساره مسوقه ساره ما عمرها اول مره وبنتي الله عندها 14 عام وبقى صغيره وما عارفاش وما كتخاف وما عارفاش بنتي وبقى صغيره. ملي كتكون تشاطي في الواتساب ما كاينش ما دايرهاش حنات التليفونات ما دايره لا هي لا انا دايره غير داك الصغير ديال الو ما كنعطيش لبنتي. كيجيو عند صحاباتها الدار كتخلي ما كيجوش عندها كتمشي للمدرسه كيجيو عندها اللي كيقراو معاها كيديوها للمدرسه كتقرا معاهم وكتجي بنتي. اول مره اللي دارت لي هذه الحاله ما عمرها خرجت بنتي. ملي ما في السبت بحال هكا ولا الحال ما كتخرجش مع صحاباتها ما كتخرجش بنتي الا ما كتش معاها ما كتخرجش الا بغينا نخرجوا كنت واحد العائله ما كنخرج لها انا لا هي ما كنخرجوش غير عند عائلتها. عمر لا راسي في نظرك هادشي كيقولوا لك جوج دراري كل واحد سميت ما كاينش لا ما تقولوا سمياتهم بلاش ما قدرتش بلاش ما نقدرش. هادو كيقراو حتى هما كيقراو لا خويا ما نقدرش نقول لك انا ما كنعرفهمش كنعرفهمش. قالوا لي راه هما ولا البنت اللي ماشيه معاها البنت لقيتها كتقرا مع بنتي في نفس المستوى واني باش نقول لك انا كنعرف بنتها ما كنعرفش. الا لقينا الله فين كنا كنقلبوا لي الاربعه هما كيقلبوا من الزنقه حمزه غير يجي تسول لقيت كيعرفوا بنتي لقيتها مفروقه عليها حسك شويت بنتي شويت بغيتها تجيني
شوفت شويت على بنتي تكويت على بنتي كتبيا خاصك بغيت ما تخافش بنتي غير تجي كيما كانت غير تجي عندي كيما انا قبل اي خطر بنتي بغيتها غير تجي عندي غنشوف وجهها نشوف عينيها انا ما تسوقش بنتي دير اللي بغات دابا عاد تجي عندي اللي واقع العائله فين عندكم فين لا ما كاينش عطاتنا الخبر في المحطه ديال ولاد زيان السيده اللي شدت الدريه شدتها وبنتي هربات والدراري كيقول لك واحد ركب في هذاك في الكار واحد هرب باش نقدر نقول لك شي كلمه بنتي انا كنطلب يا ربي جيبوا لي بنتي يا ربي جيبوا لي بنتي راه ما عرفتها كي داير حالها غير من البارح من النهار الاربعاء ما كنشوفش النعاس وما كنشوف حتى حاجه كنزيد غير الله وكنطلب وكنبكي وبركة عند الجندار والو ما عندي كي غندير البلاصه اللي بعيده اللي قربتو اللي قلبتو فيها فين فين المحطه ديال ولاد زيان طلوا البارح من 12 الليل عاد جاو والو من يام جيتو لي المحطه تران ما خلاو فين جراو نشروا التصاور ديالها والو دابا في العطله ديال الصيف عاد ما كتسافري ما كتسافرش ما كتخرجش بنتي ما كتخرجش كتبقى معايا كنمشي نمشي عند عائله عماتها ولادك كنمشي معاها وكنجي معاها كتقرا مزيان هي يا كتقرا بنتي وباغا تقرا وباغا تزيد لقدام باغا بنتي تقرا كنبغي نحبسها وما كتبغيش هاد الايام الاخيره كيفاش كانت العلاقه ديالك معها حسيتي بها بشي حاجه لا والو 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 بنتي بنتي كتعاوني كتشقي معايا وديت الخبز للفران وقلت لها عمري ليا تاي وجيت لقيت بنتي في الدار قالت لي غنمشي عند صحاباتي نخرج ونجي قلت لها صافي قلت لها ما تعطليش عليا مشيت نطيب لهم العشاء الدريه عندي بحال لا ماما الفا كتخرج تجي تدخل وملي جات الدريه ملي تسني الدريه حقت 7 ونص قال لي با كاين قلت لها ما عرفت بنتك راه خرجت تلعب هي غتجي بحال لا حسيت خرجت نقلم ما لقيتش اللي سولته كيقول لي يا بنتك طلعت المروه هنا هذا المشروع في المروه واخا ملي كنت طلعت نقلب تابع الطريق كنسول تابع الطريق واخا دابا الناس ربما شي وحدين يكونوا شادين وخايفين اش غادي تقول لنا بكا انا ما بغيت من هذوك الناس ما ناديهمش غير جيبوا لي غير بنتي دابا خايفين ما ناديهمش واخا يكون معادي ليا بنتي المهم بنتك تبان بعتبر لي غير بنتي بعتبر لي غير بنتي واخا ياديوني ياديو لي بنتي كطال معاك الناس واخا ياديو لي بنتي انا بغيت غير بنتي ما ناديهمش التصويره التصويره ديالها ما ناديهمش شدي هي هذه بنتي النهار اللي كتبت فيه كانت كتقرا ولا ما كانتش كتقرا لا ما قارياش بنتي نهار الاربعاء نهار الاربعاء في العشيه دار الاضراب قالت لي عندي ساعه ديال الرياضه قلت لها ما تمشيش وما خليتهاش تخرج واللي خفت منه طحت فيه وبنتي ما ضاربها ما ضاربها ما قيسها ما لحق لها بنتي عادي انا بنتي دايره فيها اختي وامي وراجلي وفي كل شيء دايره فيها هذه بنتي ما كاينش شي رفقه يعني ما نكذبش عليك منهم ولا لا ما عمرها شكات والو وتقول ما عمر بنتي شكات ليا انا كون بنتي شكات ندير محسابها بنتي ما عمرها شكات ما عمر بنتي قالت لي شي حاجه حاجه وحده حبستها نهار ثلاث عندها ساعه ديال الرياضه قالت لي غنمشي قلت لها لا قلت لي ما تمشيش عندك غير ساعة ولا ما ساليش ما تخرجي هاد الساعة تعاوديها مرة أخرى ملي نوضو موجي موجي آخر رسالة لبنتك إلا كانت كتشوف كاع حتى باش ما عيوكش بزاف ما نعيوهاش آخر آخر تجي عندي بنتي ولا كتشوفني تجي عندك كنطال من بنتي تجي كيما كانت وما تخافش راني كنطيبة بنيتي أنا بزاف إلا كتشوفيني صافي بارك عليك بارك عليك بارك 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 عطيها الماء عطيها بارك حنا اللي متاكدين ان شاء الله غادي نلقاو غادي نلقاو اش غتقول هاد الناس ربما تكون عندك اخر ناس. اخر رساله خويا انا ما نتابع حتى شي واحد اللي بانت لي بنتي ولا عنده ولا يجيبها الله يرحم الوالدين ولا يديها للدراك ولا باي وسيله المهم انا ما ندير بنتي ما بغيت والو انا راه باغي هذا هو اللي باغي انا ما بغيتش شي حاجه اخرى الام ديالها هي هي كتشوفوا فيها راه لا اله الا الله محمد رسول الله راه انا بوها وك عنصر رجل على قبل امها على قبل امها ما نقدرش ندير شي حاجه هذا هو اللي كاين هذه الرساله ديال الله يرحم الوالدين كلشي موقف الدار دابا ما خدام اخويا ما والو صاي مابقات عندي حتى شي خدمه ملي ولات البنت ديالي ما كايناش ما بقاتش عندي اخويا عندي بنت ووليد هما اللي عندي والله سبحانه وتعالى امهم هي شحال عمرها قلنا
14 عام اخو. ولاحظ شحال في عمره؟ كما شاهدتوا مشاهدينا الكرام، حاله اختفاء الطفله اللي قاصره كتبلغ من عمر ديالها 14 عام اللي غروها بعد اشخاص كما كتشاهدوا معنا في الصوره. ام ديالها غادي تسطى وغادي تحماق. كنطلبوا المشاهد الكرام انهم يبارطاجيو هذا المباشر باش اللي تعرف عليها ويتحاولوا انهم يتوجهوا للشلالات امام الجامعه الحضاريه بالشلالات كتواجد الام ديالها حاليا. حاولوا تبارطاجيو تعاونوا الام اللي مسكينه اللي حالها كما كتشاهدوا معنا الصوره اللي جد صعيبه ومحروقه على بنتها. الى هنا ننتهي البث والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.